السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن نوع مهم قوي من الأطعمة. هنتكلم عن حاجة بصراحة أنا مش عارف إذا كانت فاكهة ولا خضار. هنتكلم عن الطماطم، طماطم وعصير الطماطم. هنتكلم إمتى نقدر نديه للطفل وإيه الفوائد اللي ممكن الطفل يستفيد منها من عصير الطماطم أو أكل الطماطم بصفة عامة. تابعوا معانا الفيديو ده للآخر. الاول ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة ونفعل الجرس عشان نشوف الفيديوهات الجديدة بتاعتنا ان شاء الله، وننزل نبص بصة في الوصف تحت هنلاقي الرابط بتاع الموقع الالكتروني بتاع العيادة، الويب سايت بتاع العيادة، ندخل عليه وهتلاقوا فيه مواضيع كتير كويسة، ولو احتاجتوا اي حاجة اشبوها في التعليقات تحت. الطماطم من الاطعمة المهمة جدا جدا. احنا طول عمرنا نعرف ان الطماطم ده من الغذاء المفيد، مهم جدا ان احنا نديه للاطفال في السن الصغير، مهم جدا لينا ككبار نكون بناكل الطماطم. الطماطم ده غذاء مفيد جدا للصغار والكبار. تعالوا نعرف كده ايه الفوائد بتاعت الطماطم ديت. اول حاجة الطماطم دي هي بيبقى فيها نسبة عالية جدا من الحديد، يعني الحديد اللي بيبقى موجود في الطماطم بيحمي الطفل من فقر الدم، من الانيميا، بيخلي المخ بتاعه يشتغل كويس. احنا عرفنا كذا مرة ان الاطفال اللي عندهم نقص في الحديد او عندهم انيميا بيعانوا من نشاط ذهني قليل، استيعاب للمعلومات ضعيف، بيبدأ الطفل يكون مجهوده البدني والذهني ضعيف شوية. فلما بدي أطعمة غنية بالحديد بتبقى بتخلي نسبة الهيموجلوبين في جسمه عالية شوية، وبالتالي بنحميه من الأنيميا وفقر الدم. معلومة مهمة برضو هقولها لكم في آخر الفيديو عن الفايدة اللي ممكن نستفيد منها من أكل الطماطم من غير ما نخسر الحديد، تابعوها هتلاقوها في آخر الفيديو في الآخر. دي أول حاجة. تاني حاجة، الطماطم برضو بيبقى فيها نسبة عالية من فيتامين كاف، ده بيكون كويس قوي عشان نمو العظم بتاع الأطفال والسنان ويكون الطفل صحته كويسه. بيكون في الطماطم برضو سعرات حراريه عاليه قوي بس ما بتتخنش، يعني بيكون فيها سعرات حراريه كويسه تخلي الطفل نشيط ويقظ واستيعابه كويس ومجهوده كويس، مش يلعب شويه كده ويتعب، لا بتخلي مجهود الطفل كويس قوي، وفي نفس الوقت ما بتتخنوش. الاطفال اللي بيبقى عندهم سمنه او زياده في الوزن ما بنخافش عليهم من اكل الطماطم، بل بالعكس، ده الطفل اللي بيكون عنده زياده في الوزن شويه بنقول للام يا ستي اكلي ابنك ده طماطم كتير، ده هيساعد انه يملى بطنه من غير سعرات حراريه عاليه. فالاطفال اللي بياكلوا الطماطم بنسبه كبيره بيبقى ما عندناش مشكله في حته زياده الوزن، رغم ان هي بيبقى السعرات الحراريه في الطماطم عاليه. من الفوائد الكبيره برضو اللي موجوده في الطماطم فيتامين سي. احنا عارفين كلنا ان فيتامين سي من الحاجات اللي بتحفز الجهاز المناعي، فالطفل اللي بيتغذى على الطماطم نسبه فيتامين سي في جسمه بتبقى كويسه، الجهاز المناعي بتاعه بيتحفز، بيبدا يقاوم الامراض وزيارته للطبيب في ادوار الرعاية بتكون قليله بنسبه كبيره. يعني ابنك او بنتك اللي بيتعب كتير وبيجي له برد او رشح او كحه او بيتعب كتير بصفه عامه، حاول تديله الطماطم في سن صغير، هيبدا الطفل ده مناعه جسمه تكون كويسه وبالتالي مقاومته للامراض تكون احسن بنسبه كبيره قوي. من الحاجات برضو المفيده في الطماطم مضادات الاكسده. مضادات الاكسده دي بتحمي الاطفال من الامراض الوحشه، السرطانات والاورام والامراض السيئه ديت، فمهم جدا ان احنا ندي الاطفال الطماطم بيبقى فيها مضادات اكسده بتحمي جسمهم من الامراض الوحشه ديت. من الفوائد برضو الكبيره في الطماطم انها بيبقى فيها نسبه عاليه جدا من الالياف قابله للذوبان. الالياف بتحسن الهضم عند الاطفال، وبالتالي بيبدا الطفل اللي يعمل حمام طبيعي، يعني الطفل اللي عنده امساك ده لما ببدا اديله طماطم او غذاء في الياف كتير بيبدا الهضم عنده يتحسن وموضوع الامساك عنده ده يتحسن بنسبه كبيره قوي. ففكره ان انت تدي ابنك او بنتك الطماطم بصفه مستمره بتحمي الطفل ده من حدوث الامساك. الامساك على فكره من الحاجات المنتشره جدا 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 في الاطفال، وبتبقى من الامراض المزعجه جدا 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 للاطفال. فبالتالي لما بدي اطعمه غنيه بالالياف بنحمي الطفل بنسبه كبيره قوي ان يحصل له امساك، تمام؟ خصوصا كمان ان الطماطم بيبقى فيها نسبه عاليه من البوتاسيوم. البوتاسيوم ده برضو من الحاجات اللي بتخلي البطن تمشي كويس وما يحصلش امساك، والبوتاسيوم ده بتبقى من الحاجات برضو كويسه جدا لصحه القلب، ان القلب بتاع الطفل والاوعيه الدمويه والكلام ده تشتغل كويس. فلما بتدي الطفل الطماطم بنخلي ان القلب بتاعه والاوعيه الدمويه بتاعته تشتغل كويس. زي ما انت شفتي كده في فوائد كتير قوي 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 للطماطم، مفيده جدا للاطفال، نقدر نديها في اصناف كتير، يعني نقدر نديها مثلا كعصير طماطم، نقدر نديها في السلطه، نقدر نديها كشرايح تتقطع كده وتتاخد للطفل، حاجات كتير. برضو من الفوائد اللي موجوده في الطماطم فيتامين ب. فيتامين ب قلنا بيبقى كويس عشان الاعصاب والادراك الذهني عند الطفل، بيبقى حاجه كويسه قوي ان انا ادي الطفل
حاجه فيها فيتامينات كتير برضو من الفيتامينات اللي موجوده في الطماطم فيتامين الف. فيتامين الف بيقوي النظر عند الاطفال، بيخلي الجلد بتاع الاطفال كويس وناعم كده وصحته كويسه. عشان كده في ناس كتير بتستخدم الطماطم عشان فيتامين الف اللي فيها ان صحه الجلد بتاع الطفل يكون كويس، يكون جلد الطفل كده ناعم وبيلمع كده وجميل، يعني تلاقي الطفل كده حاجه حلوه. تمام، فاحنا قلنا ان الفيتامين الف بيبقى كويس عشان صحه الابصار، وفي نفس الوقت بيكون كويس عشان صحه الجلد بتاع الطفل. وبرده فيتامين الف من الحاجات اللي بتحفز الجهاز المناعي بنسبه كبيره على فكره. عندنا فيتامين سي وفيتامين الف، يعني الطفل اللي بياكل طماطم مناعته بتبقى حديد وبتبقى حاجه كويسه، بذكر ان الطماطم فيها نسبه عاليه جدا من الحديد. طيب نقدر ندي الطفل الطماطم من عمر قد ايه؟ في رايي انا ادي الطفل الطماطم من بعد السنه، عشان الطماطم بيبقى نسبه الحموضه فيها عاليه جدا، لما بديها للطفل في السن الصغير بتتعبه. ففي دكاتره بتنصح ان الطماطم تتاخد في السن الصغير من بعد 6 شهور، لكن انا في رايي ادي الطماطم للطفل من بعد السنه، مش هيفرق، يعني مش هيبقى فيها مشكله، يعني ان احنا ناخره ممكن ان احنا في الفتره دي بندي له اغذيه كتير، بس في الاخر انا بدي الطفل الاكل اللي يفيده. لو حاجه هتضره او هتاذيه او حاجه ممكن تتعبه شويه اللي تحسن. فادي الطماطم للطفل بعد عمر سنه عشان نسبه الاحماض اللي فيه في الطماطم دي، نسبه الحموضه اللي فيها ما تتعبش بطن الطفل، ما يبقاش حاجه مزعجه بالنسبه للطفل، ما تعملوش حساسيه. في اطفال لما بياكلوا الطماطم في السن الصغير بيبدا يضرب لهم طفح جلدي، بيبدا الاملاح اللي عندهم الكلى بتاعتهم ما تفلترهاش كويس. فمهم ان احنا عشان ندي الطماطم وناخد الفوائد بس من غير اذى، نديها زي ما اتفقنا بعد عمر سنه. طب نديها ازاي؟ ممكن نعملها عصير. عصير الطماطم ده من الحاجات المحببة جدا جدا للأطفال، والأمهات بتلاقي نفسها فيها، تيجي تعمل عصير الطماطم ده للطفل وتشربه له، الطفل ياخده وتلاقي وشه احمر كده وبقى حاجة يعني مورضة كده وجميلة. عصير الطماطم بتاخد طماطمية صغيرة وربع كوباية مية، أو كوباية مية يعني سوري اللي هي ربع لتر يعني 250، وتضربيها في خلاط وتبدأ تديها للطفل من غير إضافات. بس برضو ما تنسيش تصفي البذر من العصير اللي انت عملتيه دوت. بس طبعا الطماطم بتتضرب بقشرها ما بتتقشرش، القشره بتاعت الطماطم بتبقى من الحاجات المفيده جدا جدا للطفل ان انا اديها له. فمهم ان انت تديها للطفل بقشرها. يبقى احنا عصير الطماطم قلنا طماطميه صغيره نغسلها كويس. على فكره في محاصيل كتير بتبقى مرشوشه، يا اما هجيب الطماطم دي اورجانيك، يا اما لو ما جبتهاش اورجانيك هنجيبها ونغسلها كويس قوي، وبعد كده زي ما اتفقنا هنبدا نحطها في الخلاط مع شويه ميه ونعملها عصير للطفل، وما بنحطش عليها اضافات، يعني ما تحطيش عليها سكر، مهم قوي الموضوع دوت. دي حته العصير بتاع الطماطم، وحاول تخليه غذاء يومي للطفل، يعني نديه للطفل بصفه يوميه هتبقى حاجه كويسه. طب يا دكتور انا مش عايز اعمل عصير، انا ما حماده ما بيحبش العصير، اديها له ازاي؟ قطعيها شرايح. قطعيها شرايح بس قطعيها شرايح كبيره، بلاش شرايح صغيره. ما بنقطع الطماطم شرايح ونسيبها شويه حتى في الهواء الحديد اللي فيها بيتكسر. فمهم ان انت تدي الطفل لو هتقطعي له الطماطم ياكلها دلوقتي، ما نقطعش الطماطم ونسيبه 3-4 ساعات كده على ما ياكلها، لا قطعها له وخليه ياكلها في ساعتها. قطعي الطماطم شرايح كبيره. برضو لما بنقطع الطماطم شرايح كبيره بنحافظ على نسبه الحديد اللي موجوده فيها، فقطعيها للطفل شرايح واديها له كده يقعد ياكلها. ممكن احطها له على سندوتشات، بتبقى برضو محببه جدا للاطفال، فدي حاجه مهمه جدا ان احنا نديها للاطفال سواء عصير او ان احنا نقطعها شرايح، ونبدا الشرايح زي ما اتفقنا ما نعرضهاش للهواء فتره طويله، وتبقى الشرايح تخينه شويه عشان نقدر نحافظ على الحديد ونخلي الطماطم ده غذاء يومي بالنسبه للطفل. ممكن برضه نقدمها في السلطه الخضراء، يعني السلطه الخضراء اللي هي شويه بقى خضار مع بعض، بقى خيار بطماطم بجزر بشويه حاجات تانية على حسب بقى كل واحده فيكم بتجود بقى، بتبدا تحط الحاجات اللي بتحبها، ده بيبقى كوكتيل كويس ممكن نقدر نديه للاطفال بعد عمر السنه. السلطه الخضراء ديت كل الحاجات اللي فيها نقدر نديها للطفل بعد عمر السنه، واحنا ما عندناش مشاكل خالص، وبيبقى برضو كوكتيل كويس من الخضروات. سوري الطماطم فاكهه. في ناس لحد دلوقتي انا مش عارف هي الطماطم بيتقال عليها فاكهه ليه، بس يقال ان هي بيتقال عليها فاكهه عشان بتتاكل نيه ما بتطبخش زي الفواكه بالظبط، ويقال انها فاكهه برضو عشان بيبقى فيها ثمار، ويقال انها فاكهه عشان انها بتتعمل عصاير والحاجات ديت وكده. انا شخصيا مش مقتنع بالكلام ده كله، انا مقتنع ان الطماطم خضار، اللي يقول فاكهه يقول فاكهه براحته. انا وجهه نظري ان الفاكهه حاجه مسكره، حاجه طعمها مسكر، اي حاجه مش طعمها مسكر ما ينفعش يتقال عليها فاكهه خالص. انتوا قولوا لي كده لو عندكم مثلا اراء او عندكم معلومات ليه الطماطم سموها فاكهه، سيبوها في التعليقات تحت.
انا برضو دي معلوماتي عن الموضوع دوت قليله شويه، يمكن اللي انا قريته عن الكلمتين دولت ان هي عشان بتتاكل من غير ما تطبخ، بتتاكل طازه يعني، وان هي برضو رغم ان الخيار بيتاكل طازه والخيار خضار يعني عادي، ما الخيار برضو ما بيتطبخش، ما اعرفش، بس هم بيقولوا عشان انها بتتاكل طازه او انها بتتاكل تتعمل عصاير. لو انتوا عندكم معلومه تانية قولوها لنا. في الاخر يا جماعه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو، تشتركوا لنا في القناه، تفعلوا الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات الجديده بتاعتنا ان شاء الله. تنزلوا تبصوا بصه في الوصف تحت هتلاقوا حاجتين، هتلاقوا الرابط بتاع الويب سايت بتاع العياده ادخلوا عليه، وهتلاقوا الرابط بتاع حجز الاستشارات اونلاين برضو ادخلوا عليه. ولو احتجتوا اي حاجه سيبوها في التعليقات تحت وانا هرد عليكم قدر الامكان، وشكرا.